الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية المخزومي وأبو جهل، فقال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها أو أحاج لك بها عند الله. فقال: يا عمي قل لا إله إلا الله، قل أمر منه عليه الصلاة والسلام. والأمر كما هو مقرر في اللغة وعند الأصوليين هو طلب الفعل من الأعلى إلى الأدنى على وجه الاستعلاء بإحدى صيغ الأمر، والصيغة المذكورة هنا هي صيغة افعل قل. فهل هذا الأمر على بابه؟ قال بعض العلماء: نعم هو على بابه، وذلك لعلو مرتبته عليه الصلاة والسلام. وقال بعض العلماء إنه خرج هذا الأمر عن أصله، فيكون هذا الأمر أمر ترحم واستعطاف وتودد لعله أن يقولها.